عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وسبل التصدي للتحديات والعقبات التي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، كما أكد أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، مشددا على أولوية توطين الصناعة الواعدة في مصر. كما وجه الرئيس السيسي باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا وخارجيا. وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن فصائل المقاومة أوقعت قوات الاحتلال في كمين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم. يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه قوات الاحتلال عدة غارات عنيفة على مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن تغير مسمى السنوار لا يمنعنا من الاستمرار في البحث عنه ومهاجمته. وأكدها هاليفي خلال زيارته لقاعدة تل نوف الجوية أن إسرائيل في أقصى درجات الجاهزية وقادرة على تنفيذ أي هجوم سريع في أي مكان. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأعلن حزب الله استهداف موقع الصماقة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية ومقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في قاعدة عين زيتين بصواريخ الكاتيوشا. ومن جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر منصة تابعة لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان أطلقت منها مسيرة صوب الجولان. شارك آلاف المحتجين المناهضين للعنصرية بتظاهرات في عدة مدن بريطانية تنديدا بممارسات اليمين المتطرف وأعمال العنف التي استهدفت المهاجرين في الأيام الأخيرة. وتجمع آلاف المتظاهرين شمال لندن في حين نظمت تحركات مماثلة ضد العنصرية في مدن برمنغهام وبريستول وليفربول. واندلعت أعمال شغب ليلية استهدفت المساجد وفنادق ومساكن ينزل فيها مهاجرون في بلدات ومدن إنجليزية منذ مقتل ثلاث فتيات في 29 من يوليو الماضي. أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. يقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع ويستمر حتى 25 من أغسطس الجاري بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العالمين الجديدة بمشاركة 76 عارضا منهم 54 عارضا من الأسر المنتجة، إلى جانب بمشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية. ورياضيا، يواجه المنتخب الوطني الأولمبي اليوم نظيره المغربي في مبادرات تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس. وخسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات دور نصف النهائي، بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف.